أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث. كانت هذه العناوين والنشرة مفصلة، حيث استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار. وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة، أطلع العبار المشير حفتر على أوضاع المدينة والاطمئنان على إعادة افتتاح المرافق الحيوية وإعادة الحياة للمناطق المحررة. هذا كما بحث الاجتماع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية. ويشار إلى أن العديد من المناطق المحررة في مدينة بنغازي قد بدأت في العودة للحياة تدريجيا بعد افتتاح الطرق وتهيئتها لعودة السكان. هذا كما شهدت المدينة افتتاح ميناء بنغازي بعد تأمينه من قبل القوات المسلحة. استنكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الهجوم الإرهابي في مصراتة، وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب في كامل التراب الليبي دون استثناء. هذا فيما تتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعازي لأسر ضحايا التفجير الإرهابي في مصراتة اليوم، مؤكدة استعدادها لحماية المواطنين في كل أنحاء البلاد، مشددة على أن الإرهاب عدو مشترك لجميع الليبيين ويجب مواجهته بقوة وعزيمة. وفي مصراتة سقط عدد من القتلى وعشرات الجرحى إثر وقوع انفجارين متتاليين في مجمع المحاكم بالمدينة. وبينت المصادر أن وفقا للمعلومات الأولية أن عدد القتلى وصل لحوالي 4 أشخاص، في حين بلغ عدد الجرحى لحوالي 40 شخصا. هذا وذكر الصحيفة نيويورك تايمز أن تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى عملية التفجير الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. هذا فيما تتواجد عدد من الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مع تنظيمات القاعدة الإرهابية والليبية المقاتلة الإرهابية داخل مدينة مصراتة. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف من مصراتة الدكتور أكرم جليوان الناطق باسم مستشفى مصراتة. بداية أهلا بك في نشرة الأخبار، و هل هنالك حصيلة معلنة حتى هذه اللحظة لعدد الضحايا من سقطوا اليوم جراء التفجير الإرهابي في مجمع المحاكم بمصراتة؟ في البداية نشكركم على الاستضافة ونترحم على أرواح الشهداء والمصابين، نسأل الله الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. كحصيلة يعني شبه نهائية لمصابي التفجير الغادر الذي وقع أمام مجمع المحاكم في مدينة مصراتة، وصل تباعا إلى أقسام مستشفى مصراتة تحديدا قسم الطوارئ عدد 39 يعني جريح، إصابات متفاوتة معظمهم بين المتوسطة والبسيطة نتيجة اللي هو شظايا التفجيرين بعبوتين أو حزامين ناسفين. بالنسبة لمن قضوا يعني 4 قتلوا، نحسبهم عند الله من الشهداء، آخرهم يعني من حوالي ساعة توفي متأثرا بالجراحة التي أصيب بها صباح هذا اليوم. طيب من توفوا اليوم في هذا التفجير، هل هم من المارة في الشارع أم موظفين داخل مجمع المحاكم بالضبط؟ يعني هم خليط من هذا وذاك، يعني هم هناك يعني مدني فقط في هذا التفجير الغادر وايضا الانتحار الغادر، وايضا هناك يعني موظفين يعني يعملون داخل مكاتب مجمع المحاكم في مصراتة. يعني حتى الضحايا من الجرحى هناك يعني عدد كبير جدا من الموظفين وعناصر الامن والحمايه التي تصدت في البدايه، لان كان هناك في البدايه اشتباكات بالاسلحه الخفيفه، وعندما اتى الدعم اضطر الانتحارين الى تفجير انفسهما بحزامين ناسفين. فبالتالي يعني الاصابات في معظمها بين عناصر الحمايه والموظفين، وهناك ايضا المدنيين، لان التفجير وقع اثناء وقت الدوام الرسمي يعني صباح اليوم. نعم، طيب يعني استعدادات مستشفى مصراتة لاستقبال مثل هذه الحالات، وما هي الإمكانيات المتوفرة؟ هل استطاع المستشفى والكادر الطبي إدراك هذا الأمر وربما حل كل هذه ربما المشاكل التي وقعت عليه اليوم؟
نحن لسنا باستثناء مستشفى المطارات المركزي يعاني ما يعانيه مستشفيات ليبيا عموما وقطاع الصحة على وجه الخصوص. فبالتالي نحن يعني أو بالأخص إدارة مستشفى المطارات المركزي تعي حجم المسؤولية والظروف التي قد تحدث من هنا وهناك. فبالتالي في الحالات الطارئة مثل ما حدث صباح هذا اليوم تنازل جميع العناصر الطبية المساعدة للوصول داخل أقسام مستشفى المطارات المركزي، وأيضا اللي هو تنادى أهل الخير من لديهم يعني القدره على يعني مساعده يعني مستشفى مساعدة في لتوفير بعض الامدادات الطبيه التي وصلت هذا اليوم. بالنسبه للوضع طبعا نعاني من ضغط ونعاني من استنزاف في مخزون المستشفى، ولكن كما ذكرت لكم احمل واوجه رساله عبر منبركم جميع الجهات ذات العلاقه والمسؤوله بتحمل مسؤولياتها يعني في دعم قطاع الصحه الذي لا يخفى عن الجميع انه في حاله سيئه جدا ويعاني اكثر ما يعانيه المرضى والقاصدين مستشفياتنا. نعم. بالنسبة للوضع نحن نتعامل بما توفر لدينا إمكانيات، نحن لدينا الخبرة الكافية، واجهنا ظروف أصعب من هذا اليوم، نتمنى أن تكون الأمور يعني في وضع أفضل. بالنسبة للوضع الآن الوضع مستقر ومعظم المصابين من أجريت لهم عمليات جراحية طارئة الآن وضعهم مستقر والحمد لله. طيب بالنسبة للجرحى الذين ربما نستطيع أن نصف حالتهم بالحرجة، هل تجاوزوا مرحلة الحرج أم دخلوا ربما في مرحلة معينة؟ الحمد لله يعني شبه ان معظمهم قد غادروا يعني بعد استقرت اوضاعهم نتيجه اجراء جراحات ضروريه طارئه. اعتقد يعني في معظمهم وانا احددك يعني وارى يعني الجرحى قد تجاوزوا مرحله الخطر، لا زالت يعني ضروره ايواءهم داخل قسم العنايه للمتابعه والاشراف الطبي حتى تستقر بصوره كامله. يعني كما تفضلت في البداية معظم الجرحى إصابات متوسطة، لا توجد لدينا حالات يعني حرجة أو حالات حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة. ما وجد لدينا معظمهم يعني إصابات شظايا في الأطراف وفي الوجه والرأس. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الدكتور أكرم قليوان الناطق باسم مستشفى مصراتي، كنت معي عبر الهاتف من مصراتة، شكرا جزيلا لك. كذلك تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة تعازيها ومواساتها لحكومات شعوب فرنسا وكندا والولايات المتحدة في الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية التي استهدفت دولهم في اليومين الماضيين. هذا فيما أكدت الوزارة في بيان لها تضامنها واستعدادها الفعلي على العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة جماعات التطرف والإرهاب في كل أنحاء العالم، مثمنة دور القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم في بنغازي ودرنا وسرت ويحاربون الإرهاب هذه الأيام في صبرات وكافة ربوع الوطن لتحريره من القوى الظلمية التي تهدد أمنه وسلامته بحسب البيان. وصل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة والوفد المرافق لها إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتأتي هذه الزيارة لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وما تم من تطورات بشأن الحوار الليبي. يشار إلى أن زيارة سلامة لرئيس مجلس النواب بمدينة القبة تأتي بعد زيارته إلى مدينة طرابلس لحشد الدعم لما توصلت إليه لجان حوار مجلسي النواب والدولة في تونس. أكد أهالي مدينة لبرك في بيان لهم تأييدهم لحملة تفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، مجددين في البيان دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر رافعين الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يدعم الإرهاب. أبناء مدينة لبرك وقد ضمخ أبناؤنا وأجدادنا بدمائهم الزكية هذه الرقعة الطاهرة من أرض هذا الوطن، ولا زالت الأبرق تعطي دماء أبنائها وليس آخرهم العميد طيار إدريس الحبجوك لبيدي وغيره من أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المساندة التي تعلن عن تأييدها وتفويض قيادتها العامة لإدارة شؤون البلاد
لفترة انتقالية تدوم 4 سنوات، ونحن نجدد ثقتنا في مؤسستنا العسكرية ونؤكد على أننا نرفع الغطاء الاجتماعي على أي فرد من المدينة ينضم لأي تنظيم إرهابي أو جماعة تعادي الجيش العربي الليبي، ونعلن رفضنا التام لأي تدخل أجنبي في البلاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ونؤكد أننا وجميع أبنائنا مدد وسند لقوات جيشنا البطل، ونقول للمرجفين إن الأبرق من المدن الأولى الحاضنة للجيش قبل عملية الكرامة، وذلك بالاجتماع الذي عقد في الأبرق بتاريخ 10/3/2014، ونؤكد أن الأبرق هي السد المنيع لكل المحاولات البائسة لشق الصف الوطني في برقة، ونقف صفا واحدا مع كل الجهود المخلصة الرامية لإيجاد حل للانسداد السياسي في البلاد، ونثني على جهود المخلصين الوطنيين الساعين لما فيه خير الوطن والمواطن، ونؤكد أن برقة لا تخضع للضغوط وغير قابلة للتجوية أو الشراء بالمال والمناصب، وإن ليبيا التي ضحى الآباء والأجداد من أجلها وحدتها قادرة بإذن الله وبقوة جيشنا البطل أن تعبر إلى الأفضل وتحقق حلم الأجيال في التنمية والرخاء. حفظ الله جيشنا البطل، والله ولي التوفيق. أكد أهالي شهداء مدينة الأبرق في بيان لهم تأييدهم لحملة تفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات انتصارا لكرامة المواطن الذي لطالما عانى من ويلات السياسيين. ونحن أولياء الدم لشهداء الأبرق المجاهد الذين دفعنا ثمن هذا التراب الذي نقف عليه دماء غالية لرجال وأبناء رائعين ما كنا لنبيع دمائهم ولو بكنوز الدنيا، ولكننا قدمناهم عن طيب خاطر للمؤسسة العسكرية فداء للوطن وانتصارا لكرامة المواطن الذي ما زال يعاني من ويلات أخطار السياسيين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم الضيقة وما يحصلون عليه من مميزات ومرتبات عالية، ولا يهمهم بالمواطن ولا أسر الشهداء. إن أولياء الدم وأسر الشهداء وهي تتتبع بكل اهتمام ما يدور على الساحة السياسية داخل الوطن وخارجه من المفاوضات واللعيبة السياسية، فهي تعلن أنها لا حل لهذا الوضع الخطير الذي قد ينتج عن ضياع مقدرات الوطن، لا حل إلا تسليم مقاليد الأمور للمؤسسة العسكرية لتتولى شؤون البلاد والعباد وتصلح ما أفسده السياسيون بأنانيتهم وحبهم لأنفسهم. ونحن كأولياء دم الشهداء نعلن أننا مع القيادة العامة ونؤكد على تفويضها لإنقاذ البلاد، ولن نفرط في دماء أبنائنا أبدا. هذا فيما تتواصل في مدينة الأبرق حملة تفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، حيث وصلت إلى الآن إلى 3000 تفويض وسط تفاعل كبير من أهالي المدينة. حملة المشير في بلدية الأبرق العدد تو وصل ما يقارب عن 3000 تفويض، والحملة ما زالت بادية وفي إقبال من الناس، وكلنا نأيده في الجيش ونأيده في المشير ونأيده في المؤسسة العسكرية، ورب ينشر جيش. أكد أهالي أم مرزم في بيان لهم رفضهم تأييدهم لحملة تفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات ورفضهم للإرهاب، كما شدد أهالي أم مرزم في بيانهم على مطالبة المجتمع الدولي على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. نحن أهالي مدينة أم مرزم مولى حية بجميع مكوناتها من مشايخ وأعيان وحكماء وشباب، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي انطلق في أول الشهر الماضي لتفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر بتولي زمام الأمور في البلاد في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها من مختنقات ومشاكل كثيرة أثقلت كاهل المواطن، فلنرى بهذا الوقت
حلا لهذه المختنقات والصعوبات التي أشرنا إليها سابقا إلا بتفويض كامل وصريح للمؤسسة العسكرية، فهي الوحيدة التي أثبتت نجاحها وحققت انتصارات على الإرهاب وحافظت على قوة المواطن الوحيد من الخونة والمتآمرين. فنطلب بالآتي: نطلب المشيرا تكليفا وليس تشريفا بتولي مقاليد الأمور في الدولة الليبية، نطلب المشير بتمثيل العائلة الليبية وضمان حقوقها في أي حوار مع أشقائنا في الوطن. ثالثا: نشدد على مطالبة العالم بفك الحظر التسليح على الجيش الليبي. رابعا: نطلب نحن أهالي مدينة مرزم وضواحيها بتمديد مدة التفويض. عاشت ليبيا حرة واحدة، والمجد والخلود للشهداء. أكد أهالي مدينة كفنطة في بيان لهم تأييدهم لحملة تفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، مجددين دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر. سكان منطقة كفنطة الساحل الجبل الأخضر نعلن دعمنا الكامل لعملية التفويض الشعبي بتولي المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر زمام أمور البلاد لمدة 4 سنوات حتى يعم الأمن والأمان ربوع الوطن الحبيب. وهذا الإقبال من سكان هذه المنطقة لا يدل إلا على حرص المواطن على استقرار الوطن ودعم عملية الكرامة بصفة خاصة والقوات المسلحة العربية الليبية بصفة عامة. نحن لا نعبد البشر ولكن نعرف قيمة الرجال. أكد أهالي منطقة الحمامة الشمالية في بيان لهم تأييدهم لحملة تفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، مترحمين على شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل أن تنعم البلاد بالأمان. بيان أعيان وأهالي وتركيبات منطقة الحمامة الشمالية بشأن تفويض أهالي المنطقة بجميع تركيباتها للمشير خليفة بن قاسم حفتر بتولي زمام الأمور في البلاد لإنقاذ الوطن في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الغالي، والله ولي التوفيق. ونترحم على شهداء الوطن. أعيان أهالي وأهالي الحمامة الشمالية صدر يوم الأحد الموافق 1/10/2017 ميلادي بمنطقة الحمامة الشمالية. الله أكبر. قال رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري بالقيادة العامة العميد صالح عبد الله عبودة إن بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سيصدر رقم عسكري لكل شهيد من القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب في كافة المدن والمناطق الليبية عن طريق حالة الكشوفات ونماذج الحصر الخاصة بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين إلى الهيئة العامة للقضاء العسكري لاعتمادها. هذا موضحا أنه سيتم التعامل مع كل شهداء القوات المساندة للقوات المسلحة كأنه جندي نظامي تابع للقوة العمومية للجيش. ذكرى تحتم وجود رقم عسكري ويكون عسكري. ناقشنا هذه القضية مع سيادة رئيس أركان ومع سيادة المشير القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. في النهاية اتفقنا على أن كل شهيد من القوى المساندة يصدر له رقم عسكري. فإحنا الملفات اللي تحللنا نفرزوا هذه الملفات، أثناء فرز الملفات نفرزوا الناس الشهداء اللي ما عندهمش أرقام عسكرية، نعدوا فيهم قائمة. اصدرت تعليمات سيادة رئيس أركان إلى إدارة إلى هيئة التنظيم بأنهم يصدروا لهم أرقام عسكرية وبيسرع وقت. مشكورة هيئة التنظيم أيضا بهذه المناسبة، نشكرهم أن احنا نشيل لهم القائمة نطبعوها من واقع الملفات شهيد فلان من قوى المساندة يرجى إصدار الرقم، نحول لهم القائمة. ممكن بعد في حدود 4 أيام نستلم أرقام عسكرية لكل شهداء من القوى المساندة والجرحى والمفقودين، ويأخذ رقم عسكري ويعامل معاملة عسكري، معاملة عسكري نظامي أو جندي نظامي، وتمشي إجراءاتها كاملة مثل الجندي النظامي، سواء كان عنده عمل أو خالي عمل. إذا كان خالي عمل يبقى هذا أمر مفروغ منه، يأخذ مرتب عسكري. إذا كان عنده وظيفة أخرى يبقى نرجع للورثة الوريث، هل مثلا هو يرغب
ان الشهيد يقعد على مرتب السابق، ربما مرتب السابق يشتغل في جهه مرتبها اعلى من مرتبات القوات المسلحه، فيفضلوا انه يبقى في المكان الاولي، فنخلوه في جهه الاولى ونتعاملوا مع ونتصلوا بها عن طريق الضمان وعن طريق المنافع العسكريه بحيث يستمر مرتبه بالمرتب اللي كان يتقاضى فيه. واذا كان مرتبه اقل من مرتب القوات المسلحة فأيضا بالاتفاق مع الورثة نحوله ويأخذ مرتبة من القوات المسلحة ونوقف إجراءاتها ومرتبها الآخر نطلبه من الجهة اللي هو كان يتبعها إيقاف مرتباتها. هذا فيما أوضح العميد عبودة أنه تم تكليف لجانب من الشرطة والأمن الداخلي تتولى إجراءات الشهداء من الداخلية أو جهاز الأمن الداخلي، موضحا أنه من تم استهدافه واغتياله سيتم التعامل معه معاملة الشهداء وفقا لمحضر الشرطة. يذكر أن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين قد أصدرت القرار رقم 3 والقاضي بحصر الشهداء والمفقودين من قوات الجيش والقوات المساندة أثناء عمليات الجيش الليبي ضد الإرهاب. يعني في جهات أخرى مثل الشرطة، الأمن الداخلي كذا، فهذول كلفوا لجان منهم، كلفوا لجان منهم، هم اتفقنا معهم، اجتمعنا معهم، ناقشناهم، فكلفوا لجان تتولى الشهداء من الشرطة، ولجنة أخرى تولى، والأمن الداخلي أيضا شكل لجنة بحيث تولوا الشهداء ويدروا لهم في إجراءاتهم. هم بمجرد ما تجي الملفات اللي نلقوها تابع الشرطة فيه مندوب يسلموه له، واللي تابع الأمن الداخلي أيضا فيه مندوب يسلموه له. هذول اللي في الأعمال القتالية والعمليات العسكرية. نعم. المصابين أو المتوفين هم شهداء من القذائف العشوائية والسيارات المفخخة والمتفجرات والألغام. هذول ينضموا ضمن الشهداء. نعم. يعاملوا معاملة شهداء. بغض النظر عن نوع يعني من المحضر نحتاج إثبات إن هي فعلا قذيفة وقعت مثلا في الشارع والله على البيت لا قدر الله. يعني العائق الوحيد في هذه الحالة هو أن لا يكون الشهيد أو الجريح له هو المسبب لهذا. يعني في حالات إن هو جاب قنبلة يفكك فيها، والله جاب لغم يفكك فيه، شو مغير للمعلومات للعلم. نفى أمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عبد السلام الحاسي إن ما يسمى بوكيل وزارة الداخلية في حكومة السراج فرج قعيم أنه لا ينتمي لقوة الغرفة ولم تصدر إليه أي أوامر من قبلها. هذا فيما أكد الحاسي عدم تعامل غرفة عمليات الكرامة مع هذه الحكومة على أي مستوى، لافتا إلى أن القوات المسلحة تعمل في مجال مكافحة الإرهاب في كافة ربوع البلاد بعيدا عن هذه الحكومة التي حاول المجتمع الدولي فرضها على الليبيين دون أن تنال شرعيتها من البرلمان المنتخب. هذا وقال الحاسي في معرض رده على تصريحات ندل بها قعيم حملة أو حول وجود تنسيق مع الغرفة، قال أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما وما هو إلا محض افتراء، مشددا على أن الغرفة تعمل وفقا لبلاغ سيادة القائد العام بعدم التعامل مع هذه الأجسام الموازية التي تحاول اغتصاب السلطة. وأشار إلى أن أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن في مدينة بنغازي أو شرخ نسيجها الاجتماعي المترابط سيتعرض مفتعليها لمواجهة لا هودة فيها، مؤكدا أن كافة التركيبات في المدينة ملتفة حول جيشها وسلطاتها الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع. الله والصلاة والسلام على رسول الله. صدرت ليلة البارحة بعض التصريحات على بعض شاشات التلفزة وعلى بعض صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بتنسيق بين بعض الجهات التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني وغرفة عمليات الكرامة. أحب أن أؤكد في هذه اللحظة أن غرفة عمليات الكرامة هي غرفة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة والجهات الشرعية التي تصدر هذه الأوامر. لقد صدرت أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بعدم التعامل مع أي جسم موازي تصدر به قرارات من قبل ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، ونحن ملتزمون حرفيا بهذه التعليمات حفاظا على النظام وحفاظا على التراتبية وحفاظا على الشرعية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة.
قال أمر غرفة عمليات محاربة داعش بصبرات العميد عمر عبد الجليل كلمة له في جموع المتظاهرين الذين توافدوا على الغرفة يوم أمس أن القوات المسلحة لن تتراجع ولن تخذل أهالي المدينة. جاء هذا بعد تظاهرهم وإعلانهم الدعم للقوات المسلحة ومطالبتهم بتحرير المدينة من الإرهاب. حي أهالينا في صبراتة على هذه الوقفة والتي نعتبرها وسام على صدر كل واحد منا. هذه الوقفة التي تعتبر هي الوقود الدافع لنا إلى الأمام، وبإذن الله سوف نتقدم ولن وبإذن الله استكمال تحية صبراتة. بسيرتكم أنتم أهالي صبراتة الشرفاء الذين أتيتم إلى مقر هذه الغرفة سوف لن نتراجع. وسوف لن نخذلكم. نحن كغرفة مع المصالحة، ولكن بشروط تحفظ كرامة الجندي، تحفظ كرامة أهالينا الذين فوضونا للخروج لتأمين مدينتنا صبراتة. أهالينا نحن معكم قلبا وقالب، شرعيتنا تمديناها من أهالينا في صبراتة، وبهذه الشرعية سوف نتقدم قدما إلى الأمام، ولن ولم نتراجع إلا بعد دحر المجرمين الفاسقين الذين أعاتوا في الأرض فساد، إجرامهم وفسقهم ظاهر للأعيان. كل الناس من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب إلى الشمال هم على علم بما يفعلون هؤلاء المجموعة المارقة الخارجة عن القانون. لن نتراجع، وهذا يتوقف على دفعتكم أنتم لنا وصمودكم معنا ساندين ظهورنا، فلن بإذن الله نقف إلا بعد القضاء على هؤلاء المجرمين. أكد أهالي مدينة صبراتة دعمهم الكامل لقوات الجيش الوطني في حربها ضد الإرهاب في كامل أنحاء البلاد ومحاربة تنظيم داعش بصبراتة وبقايا شرب غاز الإرهابي الذين عاثوا في المدينة فسادا واستخدموا المفخخات والأسلحة الثقيلة وسط الأحياء السكنية. هذا فيما دعا الأهالي في بيانهم كل المدن إلى دعم قوات الجيش الوطني في الحرب ضد الإرهاب، رافضين الأهالي تعليمات حكومة السراج الصادرة بخصوص وقف إطلاق النار شكلا وموضوعا، مجددين دعمهم الكامل لغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بصبراتة التابعة للجيش الوطني، ومطالبين كل منتسبي الغرفة والمؤسسة العسكرية بالمدينة بالالتحاق بقواتهم لطرد الجماعات الإرهابية والتكفيرية من صبراتة وضواحيها. نحن أهالي مدينة صبراتة بكل أطيافها والمتضررة من جرائم الميليشيات الإرهابية بالمدينة، وإننا إذ نتابع وبشغف هذه التقدمات والانتصارات الباهرة لقوات جيشنا البطل. الله أكبر. وهي تقترب من القضاء على هذه الميليشيات، وبما أن هذه الميليشيات يقاتل في صفوفها الدواعش وبقايا ما يسمى بمجلس الشورى ثوار بنغازي، وتستخدم المفخخات والرماية العشوائية بالأسلحة الثقيلة، عليه بدوني وبشدة هذا الأمر الصادر عن رئاسة الأركان الذي يريد منه فك الحصار على هذه الميليشيات الإرهابية بعد أن أصبحت نهايتها قاب قوسين أو أدنى. ونعلن الآتي: رفضنا التام لأمر وقف إطلاق النار شكلا وموضوعا. دعمنا التام لغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة صبراتة في حربها الثانية. محاولات
الساعية لوقف إطلاق النار والتي تسعى لحماية الإرهابيين وفك الخنافة عليها عنها. تدعو كل المواطنين والشرفاء للوقوف صفا واحدا لدعم المؤسسة العسكرية والقوات المساندة لها في حربها ضد الإرهاب. نطلب كل المنتسبين للمؤسسة العسكرية والأمنية بالالتحاق الفوري لأعمالهم والتنسيق مع غرفة عمليات محاربة داعش في صبراته ودعمها. نطالب كل أهالي المدن المجاورة والتي تدعم حربا على الإرهاب أن تقف وقفة ضد هذا الأمر الذي يدعو لوقف إطلاق النار. وفي الختام نؤكد على وقوفنا ودعمنا اللامحدود للمؤسسة العسكرية والأمنية والقوات المساندة لها، ونشد على أيديهم في حربها على الإرهاب بأنواعه، ونفوض في تطهيرها المدينة من المجرمين وبسط الأمن بها. عاشت ليبيا حرة أبية. خرج أهالي مدينة صبراتة في مظاهرة حشدة اليوم مؤيدة للجيش الوطني ورافضة لقرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بوقف النار. هذا فيما رفع المتظاهرون شعارات رافضة للتفاوض مع الميليشيات والجماعات الإرهابية، مؤكدين على بناء دولة القانون والمؤسسات التي ترعاها الأجهزة الأمنية المتمثلة في الجيش والشرطة. هذا فيما حمل المتظاهرون شعارات تطالب أعضاء مجلس النواب عن مدينة صبراتة بأخذ موقف حاسم تجاه المدينة وما يحدث بها من حرب ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة. وإلى درنا، حيث استهدفت مجموعة عمليات عمر المختار بالقوات المسلحة موقعا تابعا للتنظيمات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة. هذا فيما أفاد مراسل قناة بي الحدث في درنا أن القصف أسفر عن تدمير تمركز للإرهابيين ومقتل أحد العناصر الإرهابية وإصابة اثنين آخرين إصابات خطيرة، موضحا أن ذلك يأتي بعد أن أصدر أمير مجموعة عمليات عمر المختار بالقوات المسلحة تعليماته للقوات المرابطة بمحور الظهر الحمر باستهداف مواقع للجماعات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة. بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمكتبه في غرناطة سبل تحسين الأوضاع الخدمية في مدينة درنة خلال اجتماع عقده مع عميد البلدية حميدة تربح. وتعهد الثني بتقديم كافة الخدمات لأهل المدينة عبر عميد البلدية بالتنسيق مع القوات المسلحة. هذا فيما حال الأمر لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة لتقديم كافة الاحتياجات للمدينة والتي تعاني من وجود الجماعات الإرهابية بداخلها. هذا فيما حضر الاجتماع عضو مجلس النواب على الدائرة التي تضم درنا انتصار شنيب ووزير الاقتصاد والصناعة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضو المجلس المحلي السابق عن منطقة كرسة. نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في لقاء على قناة اللايف المصرية وجود أي علاقة بين الحركة وجماعة الإخوان ودولة قطر، قائلا ليس لنا أي امتداد تنظيمي خارج حدود الدولة الفلسطينية ونحن حركة تحرر وطني فلسطيني وحماس تعمل داخل فلسطين من أجل الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن من أسباب الاهتمام المصري البالغ في تنفيذ المصالحة هو الأزمة الخليجية مع قطر والتي تعتبر حليفا لحركة حماس في غزة، إذ ينطوي الأمر على محاولة لوقف تمددها السياسي خصوصا في القضية الفلسطينية. ويؤكد ذلك أن التقارب بين حركة حماس ومصر تزامنا مع الأزمة في يوليو المنصرم، وهو ما ينحسب على الطرف التركي أيضا، حيث العلاقة المتوترة بين مصر والإمارات مع تركيا منذ سنوات.
صرح المدير الإعلامي لشركة ليبيان للهاتف المحمول فرع المنطقة الشرقية أبو بكر الدغاري لقناة ليبيان الحدث أن فريق الصيانة بوحدة التشغيل التابع لقسم الشبكات بشركة ليبيان للهاتف المحمول فرع المنطقة الشرقية تمكن من إعادة خدمات الجيل الثالث بمنطقة الجوارشة بمدينة بنغازي بعد وقف تجاوز العامين. يذكر أن فريق الصيانة بالشركة تمكن أيضا من إعادة مواقع ليبيان في ميناء بنغازي البحري وجزءا من منطقة البلاد إلى الخدمة بعد انقطاع لفترة دامت أكثر من عامين. هذا فيما أكد المتحدث الإعلامي للشركة أن العمل جار على إعادة خدمة مواقع الشركة لباقي مناطق البلاد ومنطقة الصابري. ألقى رجال الحرس البلدي سلنطة خلال الأيام الماضية في بوابة الحمامة الجنوبية على كميات كبيرة من المشروبات الغازية القادمة من جمهورية مصر العربية تقدر بحوالي 42 ألف قنينة منتهية الصلاحية بعد الكشف عليها بمختبر الرقابة على الأغذية. وتضمن التقرير بأن تحتوي على مواد مسرطنة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. بعد أن تم منح مركز الحرس البلدي بإذن الإعدام وبحضور رئيس جهاز الحرس البلدي الجبل الأخضر ورئيس جهاز الحرس البلدي سلنطة وأمر الدوريات بمركز الحرس سلنطة، تمت مخاطبة المجلس البلدي البيضاء بتشكيل لجنة والإشراف على عملية إعدام الشحنات وتوفير آليات الإعدام ووسائل النقل إلى مكان الإعدام جنوب منطقة جردس والواقعة ضمن نطاق البلدية. اختتم بمقر الخبرة القضائية دورة الخبراء المهندسين في مجال اختبارات الركام وتخميم مقاومة انضغاط الخرسانة. استغرقت الدورة مدة أسبوع كامل وشملت الجانب النظري والعملي وبشكل مكثف لعدد 5 خبراء لتختتم الدورة بشهادة التكريم للقائمين على الدورة والخبراء المستهدفين ومركز عمر المختار التابع لجامعة عمر المختار. يذكر أن مركز البحوث والخبرة القضائية قام بدورات للخبراء بالمركز من الأطباء الشرعيين والمهندسين وأخصائي التربة وكافة الخبراء بالمركز. نتممنا اليوم دورة تدريبية في مجال اختبارات الركام ومقاومة الانضغاط للخرسانة المسلحة. كانت مدة الدورة التدريبية أسبوع مكثف، حيث تطرقنا إلى اختبارات الخرسانة المسلحة واستفدنا الكثير حول هذه الاختبارات من تطبيقها معمليا وعلى ميدان العمل. ونشكر الأعضاء هيئة التدريس الدكاترة الدكتور عمار الزروق والدكتور أشرف حامد نجم على ما قدموه لنا، وإن شاء الله تكون هذه بدر التواصل وتعاون بين الجامعة ومركز. انطلقت في مدينة سوكنة ببلدية الجفرة فعاليات السوق السنوي لبيع التمور بجميع أنواعها الذي قام أمام المتحف الأثري بسوكنة القلعة القديمة. في هذه الأيام من كل عام وفي ساعات الصباح الباكر تشهد مدينة سوكنة ببلدية الجفرة إقامة أكبر أسواق التمور في ليبيا أمام القلعة الأثرية في المدينة. يأتي المزارعون من المدينة ومن المدن المجاورة لعرض تمورهم والبدء في يوم تجاري لتلبية طلبات الزبائن القادمين من مختلف المدن الليبية. الأسعار في السوق لا تخضع لتسعيرة ثابتة، إنما تتوقف على النوعية والجودة، فالمدينة تشتهر بأنواع كثيرة من التمور منها الدقلة والخضار والدغيات، والكثير من الأصناف التي تباع في السوق المحلي، وكذلك تصدر النوعيات ذات المواصفات الدولية إلى الأسواق العربية والأوروبية. ويلاحظ في هذا الموسم توفر مئات الأطنان من التمور. لمدينة سوكنة دور كبير في الاهتمام بزراعة أجود أنواع النخيل، ما يساعد المدينة في ذلك امتلاكها للمياه العذبة، ما جعلها أول المدن الليبية التي غرست فصيلة الدقلة أجود الأنواع المتداولة في السوق وأعلاها سعرا. رامي منصوري، ليبيا الحدث. أقامت مؤسسة الأبيار الخيرية لكفالة اليتيم والأعمال التطوعية حفلا تكريميا لعدد من الأطفال والذين اجتازوا مراحل التعليم الأساسي بدرجات التفوق. كرمت مؤسسة الأبيار الخيرية لكفالة الطفل اليتيم والأعمال التطوعية عددا من الأطفال الذين اجتازوا مراحل التعليم الأساسي بدرجة التفوق.
وجاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم لعدد 100 طفل وطفلة كانوا قد اجتازوا مراحل التعليم الأساسي بجدارة خلال العام الدراسي المنصرم، وذلك بمشاركة أسر الأطفال وأصدقاء المؤسسة. هذا الحفل يقام سنويا لمدة 5 سنين أو 6، وهو تكريم الطلب الأوائل وإقامة حفل خيري لتشجيع الأطفال اليتامى والأوائل على المدارس اللي في مدينة الأبيار. كما تضمن الحفل الذي يقام سنويا فقرات متنوعة قدمها منتسبو المؤسسة التي تعمل في إطار الحدود الإدارية من قرية سيلينا وحتى مرتفعات الرجمة. وفي ختام الحفل قام المشرفون على المؤسسة بتكريم الأطفال المتفوقين بتسليمهم شهادات تقدير وهدايا رمزية. الجدير بالذكر أن مؤسسة الأبيار الخيرية لكفالة الطفل اليتيم والأعمال التطوعية تكفلت بعدد 475 طفلا وطفلة، وتعمل على دعم الأطفال وتشجيعهم عبر تنظيم برامج متخصصة وملتقيات متنوعة. أصيل الزياني، ليبيا الحدث. نهاية النشرة مشاهدين، وهذا تذكير بأبرز العناوين. القيادة العامة للقوات المسلحة تتقدم بالتعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في مصراته. سقوط 4 قتلى و40 جريحا في انفجارين في مجمع المحاكم بمصراته. أمر غرفة عمليات محاربة داعش بالقوات المسلحة يقول لن نتخلى عن أهل صبراته. وللمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .tv. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة وفي أمان الله. حدث ليبيا لحظة بلحظة. تمسكت إدارة نادي خليج سرت في حق أن يخوض فريقها الأول مباراة الأخضر على ملعب سرت في الدوري الممتاز، رافضة الاستمرار في اللعب حتى تقام هذه المباراة. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي خليج سرت أحمد سعد في تصريح له لمواقع رياضية أنه لا توجد أي مشاكل تمنع إقامة المباراة في ملعب سرت، وكانت إدارة نادي الأخضر قد طالبت الاتحاد العام تغيير ملعب المباراة بسبب ما وصفته بالمشاكل الأمنية واللوجستية. ضمن الأسبوع الأول وفي إطار المجموعة الثالثة من منافسات دور الدرجة الأولى، تغلب فريق المروج على نظيره الوحدة العربية بهدف دون مقابل. هدف اللقاء جاء عند الدقيقة 75 عن طريق لاعب فريق المروج طه حيدر. ما كانتش المهمة سهلة، بعد التوفيق من عند الله وأن فزنا مباراتنا الأولى، زاد كان زاد ثمرة عمل على أكثر من شهرين، تحملوني اللاعبين وتحملوا التدريبات اللي كانت شاقة في أول التحضيرات، وبالمناسبة هذه نشكرهم ونهدي لهم هذا الانتصار لهم هم، وماله إلا بداية، ونوعد جمهور نادي المروج كل وأن باش نواصل إن شاء الله على نفس النسق وبنفس الانضباط، لأن ما حققنا شيء ما لولا فوز هذا، ولكن نطمح إن شاء الله للصعود، والفريق اللي يطمح للصعود لازم مبارياته كل يلعبها بنفس الجدية ونفس الانضباط ونفس الاحترام للجمهور هذا والنادي المروج العريق. رفض رئيس الاتحاد العام لتنس الطاولة محمد بوسيف قرار الاتحاد الدولي للعبة القاضي بحل مجلس إدارته المنتخب،
وقال بوسيف في تصريح له لبوابة الوسط بأنه متمسك باللوائح ودعم الجمعية العمومية للاتحاد، وبأنه سيلجأ إلى القضاء الليبي. في الواحات، خلال حفل أقيم في قاعة الاجتماعات بصندوق الضمان الاجتماعي، استلمت إدارة نادي التضامن الرياضي فيجال مهامها من الإدارة القديمة. وحضر الحفل عميد بلدية جالو وأعضاء المجلس وقدامى رياضيه ومسؤولي النادي الذين أثنوا على دور الإدارة القديمة في تسيير مهامها. اليوم بدعوة من نادي التضامن الرياضي منطقة الراجدة، دعيت مجلس البلدية جالو للوقوف على